بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. احنا ما زلنا ماشيين في طريقنا في الجواب على سؤال ماذا حدث لتدين المصريين. احنا ماشيين في الطريق ده بتقابلنا حاجات كتير، زي ما قابلنا الجمال والرقي والفتح اللي احنا كنا شايفينه والنور اللي كنا شايفينه لما كنا بنتكلم على التدين المصري في جماله وفي حلاوته. لكن كان عندنا سؤال، ايه اللي خلى التدين المصري ما استمرش في هذه الحلاوة في مساحات كتيرة من حياتنا؟ من ضمن المساحات اللي تعطلت في حياتنا ان التدين يمشي بجمالها فيه المساحة المتعلقة بتأخر الأشياء، تأخر الجواز، تأخر الرزق، تأخر اللي بيبين ان الناس عايشين بسكريبت، بيتعاملوا مع ربنا بسيناريو كده، فإذا تأخرت الدنيا عن السيناريو اللي هم حاطينه يبتدوا بقى يبتدوا يفكروا في حاجات غير طبيعية، حاجات ممكن يكون ليها أصل بس احنا بنبالغ فيها. وآفة الناس لما بيتوجعوا الأفورة، فالناس تأفور زي ما أفوروا في حاجة ظهرت أو في تدينهم. إيه هو؟ لما بلغوا في قضية السحر وقضية الحسد وقضية الجن. النهاردة عايزين نتكلم على مسألة ليه المصريين بلغوا في مسألة الحسد، وكانوا بيعملوا كده ليه؟ لأن في الحقيقة إحنا المسألة دي أصبح ببساطة كده ما يتسكتش عليها. بس تعالوا الأول نشوف أهلنا وناسنا اتكلموا عن المسألة دي إزاي. هو السحر موجود فعلا، والسحر واخد في الزمن ده بقى اكتر من زمان كتير، والسحر طبعا مذكور في القرآن، وربنا يأذن كل واحد يأذن الناس. يعني احنا بنكبر حاجه زي كده بصراحه، يعني احنا كطبيعه مثلا كمصر بنكبر حاجه زي كده، بنكبر الموضوع اكبر من حجمه. ده اولا. ثانيا، في اصلا في مصر بنسبه كبيره فئات بتشتغل او مصدر رزقها اصلا من الحاجات دي، من السحر والجدر والحاجات دي كلها. بس عامه انا بالنسبه لي مش مؤمن بالحاجات دي بصراحه. مش هتاخد اللي ربنا كاتبه لك، فانت مكتوب لك تبقى غني هتبقى غني، هتعمل صحه بقى هتعمل مش عارف ايه، انت هتبقى غني برضه زي ما ربنا عايز في الاخر. هو اللي بيركن للسحر ده انسان يعني متواكل وانسان فاشل. يعني لو السحر هو اللي بينظم حياتنا كلها ما الغرب مشغلين، يعني ما وكان السحر ده كان نفع نفسه، كان خلى مثلا البلد دي من اغنى اغنياء العالم. معايا انت ازاي كنا وصلنا بقى يعني للاكتشافات بقى، وفيروس كورونا والبكتيريا اللي ملهاش حل دلوقتي، والامراض اللي موجوده، واخترع لنا ادويه. لو السحر يعني هو اللي بيصير الامور كلها، ده كلام يعني المفروض ما معروف بالنسبه للناس، سواء كعلم كدين كاي حاجه. كان دينك ايه المفروض انت يعني اغلب الناس بقت متعلمه. السحر مش واخد اكبر من حجمه، ولكن ده لا ينكر اطلاقا ان هو موجود بمفهوم ولفظ القرآن الكريم سبحانه وتعالى قال لنا ان فيه سحر، ولكن ان احنا لا نعتدي بيه مش يعني لا لان اكيد النصابين زادوا في كل مكان وليهم الاعيب. يعني حقيقي الالاعيب دي ممكن تنطلي على البسطاء من الناس، ولكن يجب ان احنا نسال ونفهم العلماء او المتخصصين في الفقه في القران في شتى المجالات، ان احنا نسالهم. الكلام اللي جه في التقرير ده هو اللي بيحكي اللي حاصل في الشارع، فالتقرير معبر جدا جدا عن اللي حاصل عندنا. ناس بتتكلم على ان دي حقيقة، وناس بتتكلم كمان على ان احنا لابد ان احنا نقر بده، بس في مبالغة. بس المبالغة دي، الكلام عن المبالغة دي جه مع الشباب، فالشباب يمكن اكتر الناس حاسين بده. بس برضو الشباب على فكرة من اكتر الافلام اللي اتربوا عليها هاري بوتر اللي هو بيتكلم عن السحر، ففي لخبطة، في لخبطة مش ممكن نسكت عليها، لأن في أوقات كتيرة هذا الكلام بيؤدي إلى أن الناس بداخلهم يحصل لهم لخبطة. تعالوا نشوف اللخبطة حصلت إيه. الناس عندنا وصل بيهم اللخبطة أن يستخدموا السحر
والتسخير للبحث عن آثار تحت البيوت، فهدوا بيوت كتيرة ونسيوا أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. الشعبوية بقى، الشعبوية خلت الناس يعيشوا في خرافات كتيرة ويعتمدوا على أن السحر مذكور في القرآن. نعم السحر مذكور في القرآن، بس مذكور في سياق إيه؟ في سياق إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فليه حصلت بقى ظاهرة إحنا بنسميها بقى ظاهرة إيه؟ أنا بحب أسميها ظاهرة تجنين الحياة. إيه ظاهرة تجنين الحياة ده؟ إن أي حد عنده أي مشكلة، أي حاجة هو معتبرها خلاف اللي هو كان منتظره، يبقى مفيش غير السحر، مفيش غير الجن. يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى لازم يظهر ناس عندهم سبوبة بيعالجوا من السحر وبيعالجوا من الجن ويحاولوا يكرسوا في الناس المبالغة في شيء ذكره الله وذكر أنه ضعيف وذكر أن كل أحد يستطيع أن يقدر عليه، فنصل بالمبالغة في شيء مذكور إلى حد الخرافة.